كلنا طبعا بيبقى في حياتنا في نقط كده نفسنا ان احنا نوصل ليها، وخاصة فعلا الشباب، وبالذات الشباب اللي بيبدأ يقبل على ان الشغل بقى ومجال العمل ويبدأ يخلص الجامعة. فبيبقى كل واحد عنده حاجة كده بيبقى دايما انا نفسي فيها، او اي بنت حتى بتبقى عندها اي حاجة نفسها ان هي توصل ليها، ونفضل نقول ايه احنا بندعي كتير قوي. عشان كده يعني هبدأ كده فقرتنا بندعي كتير. يعني ايه كتير؟ يعني بندعي كتير وازاي؟ قبل ما نقول هو هل ربنا بيحبني ولا ربنا ما بيحبنيش، وبناء على استجابه الدعاء فكده ربنا بيحبني، وعدم استجابه الدعاء كده ربنا ما بيحبنيش. اولا القاعده دي غلط. مش معنى ان ربنا ما بيستجبش ليك الدعاء، وعلى فكره هنعرف دلوقتي ان هو ربنا لا بيستجيب ليك، بس بالخير ليك انت من وجهه نظرك شايف ان هو ما يكونش مستجاب يعني. لا وبننسى. وبننسى. احنا ختمنا المره اللي فاتت لو تاخد بالك، قلنا ايه؟ في ناس حوالينا، وممكن يبقى الواحد عنده حلم وتلاقي فتح ربنا فتح على ناس، واحنا لا، احنا ختمنا كده المره اللي فاتت. فليه انا ما وصلتش للمرحله دي؟ بس انا عايز اتكلم على حته كتير، وبعد كده ندخل في الحته المهمه يا شيخ اللي انت فتحتها في اخر الفقره المره اللي فاتت، ودي فرقت معايا قوي بصراحه. يعني ايه بدع كتير؟ وبدع امتى وبدع ازاي؟ الانسان لما بيكون داخل على مشروع كبير بيبدا يجهز ليه، ويبدا يفكر المشروع ده، يعمل دراسة جدوى للمشروع، ويبدأ يستشير الناس وحاجات زي كده. صح. طب احنا لو عندنا دعوة، الدعوة دي هتفرق في حياتنا، الدعوة دي فعلا هتغير من حياتنا من وجهة نظرنا. هل احنا اصلا بندعي ربنا صح؟ وهل بندعي ربنا في الوقت الصح وبالطريقة الصح؟ اداب الدعاء يعني ايه؟ يعني النهاردة احنا بندعي كتير. يعني ايه الدعاء كتير؟ يعني اللي هو ايه؟ يا رب ارزقني زوج صالح وخلص الموضوع على كده، يا رب ارزقني الشغلانة الفلانية والموضوع خلص على كده، يا رب وسع في رزقي. فالنهارده علشان نقول ان احنا بندعي فمحتاجين نتعلم اداب الدعاء. فاداب الدعاء ان انا الاول خالص يا ريت من الافضل ان انا اكون متوضي، تمام؟ الافضل، ما احنا داخلين على حاجه كبيره بقى. احنا بنقول الدعاء دايما والذكر وقت ما انت موجود، يا رب نايم قايم الافضل، اللي هو متوضي. نفس المعنى بتاع المستحب. المستحب، تمام تمام كده، اداب الدعاء. فالنهارده اتوضى، ما هو الموضوع كبير بقى، ما احنا داخلين على دعاء هيغير ايه حياتنا، صح؟ صح. لكن الطبيعي عشان لو اي حد ما يبقاش عائق ليه، يقول لك الجو برد ولسه هتوضى، فاحنا بنقول انت داخل على موضوع كبير، في الشارع مش هيعرف يتوضى او سايق او او او. لكن احنا بنتكلم في الدعاء ان هو يا شريف اللي هيفرق في حياتي، اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، اللي انا قاعد بدعي عليه كتير بقالي سنين وبقول انه ما استجابش. فان احنا نكون متوضيين، ان احنا نستقبل الدعاء، نستقبل القبله، تمام؟ ونقعد ندعي بالطريقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا. ازاي؟ بنحمد ربنا وبنثني على الله عز وجل، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي، وتفضل تدعي تثني على الله عز وجل، وبعد كده بتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بتدعي، وبعد كده بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده ادب ايه؟ ادب الدعاء. الالحاح بقى، ربنا بيحب يسمع صوتنا، ويحب انك انت تكون مصر وتكون ملح وتكون منكسر وتدعي ربنا بقلب وبيقين ان ربنا يستجيب. لو عملنا الاداب دي ونختار بقى الاوقات، يعني يوم الجمعه اللي هو النهارده، ما في يوم الجمعه في ساعه مستجابه، في ساعه مستجابه طول اليوم. طب هل احنا كل اخر خمس دقائق كده بنقعد ندعي؟ عملناها كم مره في حياتنا؟ ما اظنش ان حتى احنا ممكن نبقى لقطناها في يوم، يعني اللي هو جبناها من صلاه الفجر وبدأنا كل اخر خمس دقائق واخر عشر دقائق اقوم داعي دعوه، لان ربنا قال لنا يوم الجمعه في دعوه مستجابه بين الاذان والاقامه. النهارده خلاص صلاه الظهر، ففي الاذان والاقامه، فبنقعد ندعي، او العصر او المغرب او العشاء او الفجر، فنقعد ندعي. التلت الاخير من الليل واحنا صايمين لينا دعوه مستجابه لما بنيجي نفطر. الصدقه لما بنيجي نطلع صدقه الدعوه مستجابه. زياره المريض، خلي بالك انت واخد بالك، لما احنا نبدا نشتغل كده مش يوم ولا شهر، نشتغل كده شهر شهرين ثلاثة احنا ماسكين الدعاء. وخاصة انت قلت جملة حلوة قوي، ان احنا في رجب، فاحنا داخلين على رمضان. رمضان شهر العبادة وشهر الدعاء، ان احنا خلاص هنقعد ندعي. فاحنا لو ما استعدناش من دلوقتي من شهر رجب هندخل رمضان واقعين. لكن لما نبدأ ناخد اداب الدعاء ونبدأ نشوف الاوقات ونشوف الحاجات اللي تخلي الدعاء ان شاء الله يبقى في اوقات جميله قوي، هتيجي في رمضان انت مرتاح وجاهز. صح. انك انت في صلاه التراويح وفي التهجد بتتمرن، انت بتدعي من قلبك، بتتمرن.